مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو NFT Y DeFi؟ ما هي ميزات NFT Y DeFi؟ ما هو NFT Y DeFi؟ ينشئ بروتوكول NFT Y DeFi طبقة سمعة لمزادات NFT من خلال استخدام أنشطة ستيكينج والزراعة لبيانات سمعة التعهد الجماعي. ما هي ميزات NFT Y DeFi؟ NFT Y هو رمز الأداة المساعدة وراء هذا البروتوكول. عند الرهان يتم استخدامه من أجل زيادة الرتبة الاجتماعية لصاحب الحساب وإتاحة الوصول إلى الأحداث الحصرية ومزادات NFT، زيادة إجمالي عرض NFT Y من خلال مكافآت ستيكينج. تستخدم عملية التأييد للحوافز والمكافآت الاقتصادية. تكافئ NFT Y التميز في فضاء NFT من خلال آليات ديفي غير المسبوقة. يواجه مقدمو العروض التحدي المتمثل في إيجاد أفضل الاستراتيجيات لتأييد المزادات بناء على قدرتهم على إغلاق البيع والدفع المحتمل وجودة NFT. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.